كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام الأعزاء، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، نسعد بتجدد اللقاء في رحاب القرآن الكريم وكيف يتلى القرآن الكريم. بنذكر حضراتكم بالرواية التي نقرأ بها ونصحح على أساسها، رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل، وما زلنا مستمرين في تصحيح سورة المرسلات. ومع حضراتكم هنبتدي دلوقتي، احنا كنا صححنا الايات من 29 لغاية 40، هما بقى الشباب لسه ما قروش فهنصحح معاهم بقى دلوقتي. نبتدي بالاستاذة مريم، يلا يا مريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا عندي الى اخفاء، انطلقوا معايا، مفيش نون، انطلقوا إلى ما كنتم، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. أنا عندي هنا الميم وراها إيه؟ به، والميم دي مالها؟ ساكنة، عليها تشكيل قدامكم، الحرف مشكول يعني عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، مفيش وراها إيه؟ الباء، حكمها إخفاء. فأنا دلوقتي مش هيبقى عندي إيه، مش بقفل بقى بقي كده وأنا بعملها إزاي؟ إلى ما كنتم به، مش كنتم به، لأ بنسيب فرجة كده، كنتم به، كنتم به، برضو بنقفل بقنا، أنا مش عايزاكي تقفلي بقي، لازم نتدرب عليها. قوليها تاني. كنتم به أحسنتي، برافو عليكي. تكذبون، تكذبون. كملي. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. نفس الـ الحكاية، احنا الطريقة بتاعتنا بيبقى حرف المد في كلمة، صحصحوا في نهاية انطلقوا حرف المد وبعدين وراها همزة. احنا في الرواية اللي بنقرأ بيها بنقصر المنفصل ده، المنفصل يعني حرف المد في كلمة في نهاية أول كلمة والهمزة في بداية الكلمة اللي وراها، فاحنا بنقصر، والمد بتاعنا يبقى مد طبيعي حركتين، ده المدة الزمنية بتاعته. فانطلقوا إلى مريم، انطلقوا إلى، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني إلى من اللهب. أحسنت، جميل، كملي يا أنس. إنها ترمي بشرر، يا راجل طه مش بتاعتك دي يا أنس. ها استنى يا آدم، إيه غلطته؟ ايه غلطته؟ انا بقول انها ترمي انا انت بقى عندك الغلطه الثانيه، هو الغلطه الاولانيه التاء المفتوحه عملها لي طاء وقال لي طرمي، طرمي غير ترو، وانت رحت مرقق لي ايه؟ الراء، عملت لي واحده وسيبت الثانيه. انها ترمي بشرر كالقصر،
أحسنت، كأنه جمالة صفر. جميل. ويل يومئذ للمكذبين. يلا يا لانا، هذا هذا يوم لا ينطقون. ينطقون. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم يؤذن له، يؤذن لهم برضو فيعتذرون. الميم مش باينة، لهم فا، خلي بالك الميم والفاء، ما فاء الاتنين فيهم قرب، لازم اظهر الميم صح، لاما هتتاكل وسط الفاء، لانهم الاتنين من الشفاه، ميم فاء، فخلي بالي وانا بنطقهم اظهر الميم عشان ما تتاكلش في الفاء، فتهيأ لي انها ادغام ودي مش ادغام، او اخفاء وهي مش اخفاء، انما هي اظهار. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل. جمع فصلي، فصل لا جمع مش فصلي، فصلي. فصل جمعناكم الأولين جمعناكم والأولين، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. كيد، شوفوا هنا، كيد فكيدون. كيد فكيدون. ويل يعني يومئذ. الإخفاء هنا السنتين دول في الثنايا العليا يبقوا نص الشفاهين، كيد فا، كيد فكيدون. كيد فكيدون. ويل يومئذ. ويل، ويل يومئذ للمكذبين. أحسنتي. يلا يا صرصورة انطلقوا. انطلقوا إلى ما كنتم به كنتم به، كنتم به، ما تقفليش بقك، بسيب فرجة، حاجة بسيطة كنتم به تكذبون. عشان أنا هنا حكمها إخفاء الميم الساكنة، من أحكام الميم الساكنة بقى، غير النون الساكنة والتنوين، الميم الساكنة وراها باء، الحرف الوحيد اللي لما يجي وراها الباء يبقى إخفاء على طول. يلا يا ست، انطلقوا إلى ما كنتم به مش كنتم، واعمل كده، لا ما تعصبيهاش قوي كده. بصي يا ساره، كنتم به، كنتم به تكذبون. ماشي حالها، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. يلا يا حنين. لا ظليل ولا يغني من اللهب. لهب، لهب لهب، لهب. إنها ترمي بشرر كالقصر. يلا يا آدم، كأنه، كأنه جمالة صفر. آه آه، جمالة صفر. الحق نفسك، جمالة صفر. جمالة صفر. ويل ويل يومئذ للمكذبين. أحسنت. يلا يا شروق، هذا هذا يوم لا ينطقون. يعني 5 من 10، عايزين تدريب بقى في البيت. هذا يوم لا ينطقون. يا بصي، ينطقون ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يلا يا سادن. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا،
وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.